السلام عليكم. سمعت هذا وين باللي خونا احمد شوشان سي احمد دار الفيديو وشفتها سمعتها وداروا بلاغ كومينيكي في سيت حلوه جديد وين اكد لنا سي احمد تاسيس المجلس الوطني المجلس التقويم الوطني le conseil de redressement national. حنا متفائلين بزاف وفرحانين بزاف وان شاء الله يا ربي هذه تكون مبادره طيبه وبشرط خير وان شاء الله اللي تلم شملنا شمل المعارضه هذه باش نمشيو كل في طريق واحد اللي هو التغيير الحقيقي للنظام وتاسيس دوله ديمقراطيه على أسس حقيقية ديمقراطية حقيقية مش ديمقراطية غير بالألفاظ جمهورية اجتماعية حقيقية يسود فيها العدالة الاجتماعية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والرجل المناسب في المكان المناسب حقيقة ليس شعار فقط. انا متفائل بزاف خاطر شي عندي ثقه كبيره في سي احمد شوشان ونظن بلي مانيش وحدي. انا عمري ما سمعت انسان واحد ينتقده يعني كاين اجماع فيما يخصه الناس كل تحترمه حتى في وسط الدوله الناس النزاهه نظاف اللي يعرفوه حتى في وسط نقدر نقول لكم حتى في وسط الديارات بعد في ذاته الناس النزاهة الحقيقيين اللي يحبوا الوطن يعتبروه ويحبوه ويقدروه خاطرك شي في الدولة ولا في الدياراس ولا في كل الأوساط تاع الدولة هذه كاينين ناس نظاف ما نقفلوش يعني الباب ونقولوا كلش بيض ولا كلش اسود كاين ناس طيبين وشي الله غالب ما جاتهمش الفرصة باش يوقفوا في جنب الوطن وهذه هي خوتي ونتمنى وإن شاء الله نوقفوا كل مع خاوتنا اللي متكونين الوقت الحالي مازال ما نعرفوهمش كاين الا سي احمد جوشان اللي نعرفوه هو الناطق الرسمي لهذه المنظمه الجديده ولكن الناس ما نعرفوهمش لاسباب امنيه معروفه ومتكونين من عسكر ومن مدنيين في داخل البلاد وفي خارجها في المهجر وان شاء الله ان شاء الله ما نطولوش ونعرفوهم ونعرفو ما هو البرنامج اللي راح ينطلقوا به ونتمناو ان شاء الله يكون اول يعني مبادره لهذا المجلس هي باش يطلبوا من الشعب الجزائري يمتنع من الانتخابات القادمه وشكرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم.